هذه العادات وهذه اللي من التراث، هذا واجب علينا، واجب علينا أن نحن نقيمه وأن نعززه، لأنه مسرته لشعبنا ولأبنائنا وللوطن. لعبت رياضة سباقات الهجن قديما وحديثا دورا محوريا يتجسد في بناء شبكات التواصل بين أفراد الشعب والقيادة، وذلك من خلال مشاركة القيادة فرحة المواطنين من حيث الحضور الدوري والمستمر للسباقات والوقوف على أدق التفاصيل الخاصة بهذه الرياضة وتقديم الدعم المادي والمعنوي اللامحدود لخلق كيان قوي ومتماسك لهذا التراث. وتحتل رياضة سباقات الهجن مكانة خاصة ومرموقة لدى المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، لما للهجن من فضل في قديم الزمان كوسيلة بدائية لنقل الزاد والماء من مكان لآخر، وكانت مصدر المعيشة الأساسي لسكان المنطقة. وعلى خطى زايد استمرت عجلة التطوير وازداد الاهتمام برياضة سباقات الهجن في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه، وإيمانا من سموه على ازدياد عدد المشاركين والمنتسبين لهذه الرياضة، فإن حجم الدعم والإمكانيات المسخرة يتضاعف بشكل سنوي لتشمل الطفرة كافة النواحي المتعلقة بسباقات الهجن من حيث ازدياد قيمة الجوائز وعدد السباقات التي تقام بشكل شبه يومي. ولم يقتصر اهتمام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد على الدعم فقط، بل امتد حبه لهذه الرياضة لتكون هجنه مشاركة في السباقات على الصعيدين المحلي والخليجي منذ أكثر من 3 عقود، واستمرت الهجنة التابعة لسموه تتسيد منصات التتويج، وفي موسم 2005-2006 تم تغيير مسمى الهجنة التابعة لسموه إلى هجن الرئاسة. تهانينا لهجن الرئاسة، تهانينا لسيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه على فوز هجن الرئاسة بالمركز الأول. كما امتد اهتمام سموه إلى تأسيس إدارة خاصة تعنى بمتابعة ورعاية الهجن الخاصة بسموه، ألا وهي إدارة المراكز العلمية وهجن الرئاسة، لتكون الدعامة الأساسية لهجن الرئاسة، فتضمنت أحدث المختبرات العلمية كمختبر التكنولوجيا الحيوية DNA الذي يقدم الخدمات البحثية والعلمية المطلوبة للتحسين من هجن السباق باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة، حيث تشمل 1 بنك لعينات الحمض النووي كامل DNA بنك، ويوجد به عينات سلالات كبرى متنوعة من نوادر الهجن الموجودة في دولة الإمارات وخارجها. 2 مختبر تحليل الحمض النووي DNA Profiling يختص باختبار الأبوة الذي يساهم بمعرفة نسل الهجن الوراثي. 3 مختبر التشخيص الجزيئي Molecular Diagnostic Lab يساهم بشكل كبير في تشخيص مسببات الأمراض الرئيسية للهجن. 4 مختبر علوم الجينوم كامل جينومكس لاب يقوم بتحديد وعزل الجينات الفريدة لفحصها من حيث قدرة التحمل ومقاومة المرض والإجهاد، وكذلك مختبر الفحوصات مقسما إلى قسم أمراض الدم، قسم الكيمياء، قسم الطفيليات، قسم الأحياء الدقيقة. أما المختبر العام فيقسم إلى عدة أقسام متخصصة، هي التشخيص، المستشفى ويضم أحدث المعدات والأجهزة المستخدمة ويعمل فيه طاقم عمل متميز ذو كفاءات عالية. كما تم إنشاء مركز الإنتاج كمركز مختص بزراعة ونقل الأجنة، ويعتبر مركز الإنتاج التابع لإدارة المراكز العلمية وهجن الرئاسة من المراكز التي تختص بتطبيق أحدث التقنيات العلمية المستخدمة في تحسين سلالات الإبل، مثل تطبيق تقنيات نقل وزراعة الأجنة التي تعتبر التقنية الحديثة والمتداولة عالميا لتحسين السلالات ورفع الكفاءة الإنتاجية في الإبل.
كما أتاح مركز الإنتاج فرصة للمواطنين لتلقيح النوق الخاصة بهم، وذلك عبر توفير فحول الإنتاج للمساعدة في تحسين الإنتاج العام للحصول على السلالات الفريدة. ولم يقف دعم صاحب السمو رئيس الدولة عند هذا الحد، فقد أمر بتشييد مصنع للأعلاف في عام 2002 لتغطية احتياجات هجن السباق من أعلاف السباق نوق الحليب والحشاوين، وتم إضافة خطوط جديدة للإنتاج والتي تم اكتمالها في الربع الأول من عام 2011، حيث قفزت الإنتاجية إلى 4000 طن شهرياً، ويعمل بالمصنع حالياً حوالي 130 موظف وعامل من مختلف الجنسيات والمؤهلات العلمية والعملية المختلفة. وبدورها حصلت إدارة مصنع الأعلاف على شهادة الأيزو في الجودة. وينقسم الهيكل التنظيمي للمصنع إلى 4 أقسام: قسم الإنتاج المسؤول عن عملية الإنتاج مستعينا بوصفة معدة بطريقة علمية لإنتاج كافة أنواع الأعلاف، وقسم ضبط الجودة المسؤول عن ضبط جودة المواد الأولية ومراحل التصنيع المختلفة حتى إصدار التقرير النهائي بصحة المنتج، وقسم تطوير المنتجات وخدمة العملاء المسؤول عن تركيب الأعلاف حسب احتياجات الهجن المختلفة، كما يكون مسؤولاً عن اختيار المواد الأولية وخدمة العملاء. تصدرت هجن الرئاسة قائمة البطولات، وكان لها الحضور الأمثل والمشرف في جميع المهرجانات والمحافل، فمنذ الموسم الأول 2005-2006 إلى يومنا هذا استطاعت هجن الرئاسة أن تحقق ما لا يقل عن 102 من الكؤوس الذهبية والدروع والخناجر مقسمة على 7 مواسم، هي حصاد الأشواط الرئيسية في معظم المهرجانات التي تقام في الدولة وخارجها، وكان لها الدور الرئيسي في رفع مستوى المنافسة والحماس في السباقات. هجن الرئاسة مشاهدينا الكرام، الذهب مع الرئاسة، الناموس مع الرئاسة، الكاس 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 ماله إلا الرئاسة، مع المركز الأول مع المركز الثاني. الله الله يا الشاطر، الله يا الشاطر، الله يسعد مساك يسعيد ويسعد مساء الرئاسة بكل خير. تهانينا للرئاسة وهجنها وعشاقها ومحبيها. إنما وصلت إليه هجن الرئاسة من بطولات وإنجازات يأتي نتاج الرؤية الثاقبة من حرص صاحب السمو رئيس الدولة من مشاركة أبنائه هذه الرياضة التراثية التي تعكس ما خلفه الآباء والأجداد لنا من ماض عريق وحاضر مشرق ومشرف. ويأتي اهتمام الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بهجن الرئاسة على مرحلة متقدمة ونظرة شمولية تعزز من مكانة هذه الهجن بحاضرها وماضيها. ولا ننسى الرجل الذي يقف على كافة التفاصيل المتعلقة بهذه الهجن من حيث الدعم المادي والمعنوي وزرع الثقة لكافة الأفراد والمنتسبين لهذه المؤسسة العملاقة، ألا وهو سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، الذي يحرص دائما على التواجد والحضور. ولا ننسى ذلك الاثنين الذي انتزعت فيه هجن الرئاسة الرموز الذهبية 4 في ختام 2012، وكانت تلك الإنجازات نتاجا للعمل الدؤوب والمتابعة المباشرة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وبإشراف مستمر من معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، الذي يضع جل اهتمامه التطوير النوعي لهذا الصرح ولهذه السباقات. إن إنجازات وبطولات هجن الرئاسة هي الدافع الأكبر لعملية التطوير المستمرة، كما أنه لا يوجد سقف محدد لطموحات القائمين على هذه الرياضة وعلى هذا التراث العريق. يا سلام على هجن الرئاسة، يا سلام على هالعروض الجيدة. الله الله يرضى عليك يا بن شطيب، الله يرضى عليك يا بن شطيب، الله يعطيك طولة العمر. هذه تحذير تصل إلى خط النهاية بدون منافس من هجن الرئاسة.